اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم يونس بنان، رئيس معهد الدراسات الاجتماعيه والاعلاميه، وذلك لمناقشه التقرير الاولي الذي يرصد قرارات مجلس المنافسه خلال الفتره ما بين 2020 الى غايه اكتوبر 2021. اهلا وسهلا استاذ يونس، مرحبا بك. مرحبا استاذ. بداية سيونس، هذا التقرير اللي صدره المركز او المعهد الدراسة الاجتماعية والإعلامية، شنو هي أهم الخلاصات هذا التقرير اللي واكب تقرير مجلس المنافسة؟ بالنسبة لمعهد الدراسات الإعلامية والاجتماعية، قام في إطار المهام اللي كيقوم بها واللي منها مراقبة السياسات العمومية، بحكم أنه مركز تفكير مغربي إلى جانب مجموعة من المراكز اللي كاينة في المغرب، قام بإصدار تقرير أولي حول النشاط ديال مجلس المنافسة في الفترة ما بين شهر يناير 2020 إلى غاية شهر أكتوبر 2021. هذا التقرير تم عن طريق يعني واحد المنهج علمي اللي كيتسمى تحليل المحتوى، من خلال أننا مشينا للمحتوى ديال موقع مجلس المنافسة من خلال القرارات اللي منبثقة عن اللجان الدائمة لمجلس المنافسة، وقمنا بالتحليل ديالها. فكانت صراحة كانت واخا كنبغيو نكونوا موضوعيين، لكن هذا ما كيبقاش في الموضوعية، لأن النتائج كانت صادمة، بحيث أن 100% من ليسيزين أو الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة من طرف الشركات الخاصة أو الأفراد تلقت قرارا بعدم القبول. فهنا كان عندنا علامة استفهام، لماذا هذه المؤسسة الدستورية علاش كتعطي عدم قبول لهذه القرارات؟ باش نرجعوا على مجلس المنافسة، فمجلس المنافسة قبل الدستور 2011 كان كيتشكل تقريبا في 2008، لكن تعطات لي صلاحيات، تم دسترته وتعطاته صلاحيات واسعة في الدستور ديال 2011، والمهمة ديالو هو ضبط المنافسة في الأسواق. فهنا يعني الفرضية اللي يمكن يكونوا على ضوء هذه النتائج، يا إما أن المنافسة في الأسواق المغربية هي جيدة وما عندناش مشاكل فيها، يا إما أن المجلس لا يقوم بالمهام ديالو على أكمل وجه. نعم، في ضوء على ضوء هاد الخلاصات اللي شرحتي ليها سي يونس، يعني والامكانيات يعني الهامه اللي متوفره لمجلس المنافسه، كيف يمكن للمجلس يعني ان يساهم في تفعيل النموذج التنموي الجديد؟ كما كنعرفوا ان المنافسه او ضبط الاسواق في اي بلد فهو الرافعه ديال الاستثمار. فمثلا مجلس المنافسة الدور ديالو الأول في المغرب هو أننا نعطيو واحد الصورة إيجابية للاستثمار عندنا في المغرب للناس اللي على برا. فما يمكنش أنك تقول لهم أن راه عندنا مثلا في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات أن عندنا جميع القرارات اللي أن يعني باللي كنجيو أن هناك منازعات وهناك استشارات لمجلس المنافسة، لكن تلقى قرار بعدم القبول. فهنا فشنو هما الاسباب ديال هذا عدم القبول اللي كتلقاه القرارات ديال مجلس المنافسه؟ فهنا اذا كان المستثمر الاجنبي غادي يشوف ان اذا كان عنده مشكل متعلق بالمنافسه الشريفه في المغرب غادي يمشي لمجلس المنافسه وغادي تلقى قرار ديالو بعدم القبول، فهنا غادي يكون عنده علامه استفهام ويقدر ما يجيش. حنا باللي كنهضروا على النموذج التنموي الجديد، فكنهضروا على الاستثمار، والاستثمار هو الرافعه ديال التنميه. فكنهضروا على مدن ذكيه غادي يكونوا، على مناطق استثماريه غادي تكون في الجنوب ديال المغربي في الداخل، غادي كنهضروا على ميناء كبير اللي غادي يكون تقريبا هو القدم الثاني للمغرب نحو العالم بعد الميناء ديال طنجه المتوسط، غادي يكون الداخل الاطلسي. فهنا كنحاولوا اننا نستقطبوا اكبر عدد من لي كابيتو، يعني من رؤوس الاموال ومن المستثمرين، باش يكونوا عندنا باش يستثمروا عندنا في الداخل. فهاد الناس اللي باش نعطيهم صوره ايجابيه وباش يثيقوا في الاستثمار في المغربي، فخص تكون عندنا مؤسسه اللي كتراقب كتضبط الاسواق، تكون في المستوى ويكون عندها قرارات جريئه. فاول من نقدروا نقولوا ان اول اختبار تعرضت لمجلس المنافسه اللي كيتعلق بالمحروقات فالان فشلت فيه. فالان لحد الان ما خرجش في قرار اللي غادي يعطينا مثال وغادي يقولوا الناس يعني برا في امريكا وفي اوروبا وفي اسيا بان المغرب فهو بلد عنده مؤسسه قويه
تضبط المنافسه كتضبط المنافسه في الاسواق ديالها، واننا نقدروا نثقوا في الاستثمار في المغرب، لان لو وقعت لينا شي حاجه راه كاين من غادي يوقف الموقف من الناحيه ديالنا. نعم، خاصة أن المغرب أو غادي في تصاعد كقوة إقليمية قارية، يعني المغرب يحتاج إلى مجلس منافسة لتشجيع يعني الاستثمارات وكقاطرة للنمو الاقتصادي. بطبيعة الحال ملي كنهضروا على جيوبوليتيك وكنهضروا على القوى الإقليمية، فالقوى الإقليمية كتشكل أي أنها خاصها تكون قوة اقتصادية إقليمية، من خلال أن تكون أرض ديال الجذب ديال الاستثمارات، وتكون يعني كتحفز الاستثمار سواء الداخلي او الاجنبي. وباش يكون عندنا تحفيز الاستثمار وثقه في الاستثمار في المغرب وباش نطوروا الاقتصاد ديالنا، فلا بد ان يكون عندنا مؤسسه ديال ضبط الاسواق والضبط التنافسيه في الاسواق تكون قويه وتكون ضابطه ورادعه لكل اي مثلا اللوبيات المؤسسات مثلا الاقتصاديه اللي كتحتكر. ف مثلا في هذا الشق نيت خلال التقرير، فكنلقاو ان مثلا التقرير ديال هذا التقرير ديال المعهد، وبطبيعه الحال يعني يعني الاشكاليات اللي معروضه على مجلس المنافسه وتلقات القرار بعدم القبول، فكنلقاو ان ما يقارب قربت توصل النص ان الاحالات اللي كانت معروضه على مجلس المنافسه كتتعلق بالقطاع الصحي، يعني بالمارشي لي مارشي بيبليك يعني متعلقه بالقطاع الصحي في ظرف ازمه صحيه. فاذا كانت هذه المشاكل المتعلقه بالقطاع الصحي في ظرف ازمه صحيه تلقى قرار بعدم القبول، فهنا يجب وضع يعني علامات استفهام حول دور هذه المؤسسه في ضبط الاسواق في المغرب. نعم، وبالنسبه للمؤسسات الدستوريه اخرى شنو الدور ديالها؟ ويمكن تكون حلقه وصل ما بين جميع المؤسسات باش في النهايه يكون واحد يعني نحصلوا على واحد النموذج التنموي يكون متمرن في نهايه المطاف. بالنسبه للمؤسسات اللي كنهضروا على المؤسسات اللي جات في الدستور ديال 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 2011، كنلقاو ان كاين عندنا مؤسسه ديال محاربه الرشوه ومحاربه الفساد، وعندنا مجلس المنافسه، وعندنا يعني واحد مجموعه من المؤسسات اللي تقوم بالحوكمه وبالعقلنه ديال الممارسات اللي عندنا، الممارسات اللي عندنا في السوق المغربي. فخص لحد الان خص يتكاتفوا الجهود، مثلا باللي كنهضروا على المؤسسات الان ديال محاربه الفساد، يجب التاجيل باخراج هذه المؤسسه للوجود، وانها تمارس جميع الصلاحيات ديالها، والى جانب مؤسسه مجلس المنافسه اللي خص يجب اعاده النظر في هذه المؤسسه. شنو فين كاين المشكل؟ علاش كاين عندنا قرارات بعدم القبول؟ علاش ما كاينش عندنا تدخل مباشر للمؤسسه؟ لحد الان كنلقاو ان لا المجتمع المدني، حيت الاحالات راه كاينه من الجمعيات، كاينه من المؤسسات النقابيه، كاينه من المؤسسات الخاصه. ف يعني كنهضروا على المجتمع هو متحرك، لكن المؤسسات هي خصها تتحرك، لان كما كنعرفوا في القانون ديال مجلس المنافسه فيمكن ان تكون احاله غير من عند المقرر العام ديال المجلس، انه هو خصو يحرك الملفات ديال المنافسه الغير مشروعه. فالان كنلقاو ان الملفات تحال على المقرر العام وهو لا يحرك. فجدلا لنفرض جدلا ان ما عنديش مصلحه، ما عنديش اهليه، وانت درستي معايا مثلا من خلال الاستماع درستي معايا الملف، فما يمكنش تحرك انت كمقرر عام الملف. فهنا كيبقى السؤال حل دور المقرر العام، وشنو هي الجزاءات اللي قدروا نديروا هذا المقرر العام؟ يعني ماشي حتى جزاءات، ربما كيفاش يمكن نتواصلوا مع هذا المقرر العام ونتحاسبوا على شنو هو اجدار مثلا في هذه المده اللي كان هو فيها في مجلس المنافسه، اجدار هو مثلا تقييم، يعني تقييم العمل ديال المقرر العام بكونه انه هو واحد بيلي، يعني واحد عمود ديال مجلس المنافسه. نعم سي يونس، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام، ونضرب لكم موعد جديد.